فأنت تقول له شكرا يا رجولة. شكرا يا رجولة، متشكرين قوي. يعطيكم العافية، كيف حالكم؟ إيش أخباركم؟ شكرا 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 على الدعم اللي جاء في الفيديو الماضي. صراحة صدمتوني بالدعم الخرافي اللي أنا ما توقعت قناة جديدة ويجي هذا الدعم. شكرا لكم. اللي هو مقطع أبو فلة ليش ما عنده شنب، اللي ما شافه يروح يشوفه، بس قبل ما تروح تشوفه خليك شوف هذا الفيديو بعدين شوف الفيديو الثاني. نزلت منشور على الانستغرام في ستوري، قلت لكم يا جماعة الخير ايش تبغوا عنوان فيديو اليوتيوب الجاي. في كثير ناس قالوا أمراض معينة، في كثير ناس عطوني أفكار، في كثير ناس قالوا لو خيروك، في ناس كثير قالوا جيب الأندومي الحار وجربه، ولكن في واحد قال دكتور نبهان ليش ما تسوي ميمز. قلت له ايش ميمز؟ ميمز نوعا ما محتوى مو طبي. قال لي لا، في ميمز بس طبي. قلت له كيف؟ قال لي انا ارسل لك. فشفته ارسل لي 4 5، فطلبت من الناس على ستوري وفي الناس من التيك توك انهم ينزلوا مقاطع وينزلوها على هاشتاج نبهان، بس مقاطع ميمز وصور ميمز طبية. وما زلت اقول حتى الان يا جماعة الخير هذا هو الجزء الاول فقط من مقاطع الميمز الطبية، ممكن تصير سلسلة 10 20 جزء. فابغى منكم يا جماعة الخير انكم تنشروا مقاطع ميمز طبية وتحطوا هاشتاج نبهان، او ترسلوا الميمز عندي مباشرة على الدايركت مسج على ايش؟ على الدايركت مسج على الانستا، او حتى تنزلوها في التيك توك بهاشتاج نبهان، وانا حشوفها ان شاء الله وحسوي عليها ايضا مقاطع اخرى وردة فعل. طبعا احسن ميمز مو اي ميمز. بس قبل ما نبدا هذا المقطع يا جماعه، دخلت على تحليلات القناه واكتشفت انه 85% من الناس اللي يشوفوا فيديوهاتي مو مسوين اشتراك في القناه. طبعا انا صدمت لما شفت الارقام هذه. فيا جماعه الخير اشتركوا وفعل زر الجرس، اضغط سبسكرايب، اضغط سبسكرابيون او اشتراك، وفعل زر الجرس، اضغط لايك، وحط لي قلوب بنفسجيه زي هذه اللي برا. طبعا هذه صورتي وانا انيميشن، تمام، عشان نقدر نوصل 100,000 مشترك واحط درع اليوتيوب جنب انا في الانيميشن. فخلينا نبدا اليوم مقاطع ميمز طبيه الجزء الاول، ليتس جو. اوكي، اول ميمز لما ابحث عن مرض والقى الموقع كاتب لمزيد من المعلومات يرجع مراجعه الطبيب. ايوه، ما هو انا الطبيب. هذا اللي بسأل. اوكي، هذا شيء يا جماعة صراحة بصير احيانا، يجينا مرضى ما يعطيك معلومات بشكل كافي، او المرض اللي عنده يكون نادر فعلا، يعني تحس انه شبيه تعرفه انت ما تعرفه بس ضعت فيه، يعني نوعا ما المرض ممكن يتوهك. اوكي، فانت تدخل على الانترنت عشان تتأكد من بعض الدراسات، وليس مواقع الطبية. مواقع الطبية تعرف انه هي تشرح لاطباء، ولكن في بعض مواقع دراسات كذا، فتشرح فتقول اذا انت عندك من هذه الاعراض روح الطبيب. طب انا الطبيب، انا اللي قاعد اسأل، انا ها. اوكي، شوفوا وجه محمد رمضان. هذا وجهي يا جماعة لما افتح تحليلات القناة، هذه اللي في يدي، دفتر في يدي تحليلات القناة، واشوف انه 84% منكم مو مسوين اشتراك. نفس وجه محمد رمضان. شقرون كالعادة وقع. المهم يا جماعة سووا اشتراك ونوصل 100,000. اوكي، هذا يقول يا جرسون احضر لي شيئا لم اتذوقه من قبل. الجرسون جاب لي A بلس، يعني ممتاز جدا. اوكي يا جماعة، في المدرسة ممكن تجيب ممتاز، ممكن تجيب 95 99، لما تدخل جامعة انت لو نجحت الحمد لله. صعب تجيب A بلس، A بلس يعني فوق ال 95، A ماينس A عادية يعني اقل، يعني من 90 ل 95. فهذا الجرسون احضر لي شيء لم اتذوقه من قبل. شوف وجه الجرسون، يعني تحس وجه الجرسون مبسوط انه انا ما جبت A بلس. شوف كيف وجهه، على ايش مبسوط؟ ليش بيضحك؟ اوكي، اشياء لن تراها في حياتك، ديناصورات، ديناصور الثاني، التنين، واناتومي، انك تجيب A بلس في الاناتومي. اوكي. الاناتومي بالذات يا جماعة من المواد اللي فيها حفظ ليوم الحفظ، يعني فيها حفظ حفظ للأرض، تمام؟ يجي يقول لك ايش اسم هذه العضلة، تمام؟ هذا يعني كنا نعرفها بايسبس، بس مو هنا السؤال، يقول لك من وين تطلع ووين تدخل ومين الشريان اللي يغذيها؟ بايسبس ها؟ داخلين جيم احنا؟ عندما يقوم أحد أقاربك بزيارتك مؤخراً، مي أنا، تخصصت ولا لسه؟ يا دكتور اقرأ الأشعة دي، مش هتعالج، أما لما تتخرج هنكشف عندك ببلاش. ولا إيه؟ أتوقع كل طلاب الطب يمروا بهذه التجربة، لأنها صارت معي وصارت مع كل زملائي. سنة أولى، سنة أولى لسه يا دوب أعرف إيش يعني أناتومي، يا دوب أعرف إيش يعني خشم، خشم. والله أعرف إيش يعني خشم. أوكي، هذا يقول شركات الأدوية مؤتمرها في فنادق ضخمة، حياة الدكتور. دقيقة، لازم نركز عشان نفهم هذا الميم. حياة الدكتور عبارة عن حريق وأرضية حريقة،
شركات الأودية طيارة فوق، شركات الأودية تيجي تطفي الحريق. أوكي صح. أوكي يا جماعة، حياة الدكتور صعبة نوعا ما، بالذات في بداياته، بالذات أيام الإقامة. لما نقول أيام الإقامة هي عبارة عن الأيام اللي يتخصص فيها الطبيب. لما الطبيب يتخصص يعني هو بين الطبيب العام وبين الأخصائي في 4 سنين تقريبا، هذه أيام الإقامة أو سنين الإقامة، مرة صعب الحياة فيها. ففي هذه الفترة مين اللي يسهل الحياة ويخليها حلوة؟ لما يجي كذا صاحب شركة أدوية يقول لك يا دكتور سوي لي إعلان ومقابل مثلا حضور على مؤتمر، تمام؟ فالمؤتمر يكون فيه عشاء فخم، يكون قاعدة فخمة، أفخم الفنادق، أحيانا يسفروك لأوروبا عشان تحضر هذا المؤتمر. فالموضوع صراحة يس يس، المؤتمرات وشركات الأدوية تخفض من نار حياة الطبيب. أوكي هذا يقول ميديكال ستودنت كوكاكولا تخصصت إيه؟ هذه حبوب المنت اللي إذا حطيتها في الكوكاكولا تنفجر. فكلمة تخصصت إيه إذا حطيتها جوا أو إذا قلتها لطالب طب ينفجر. صعب، كيف يتخصص هو لسه طالب طب؟ خليني أشرح لكم الطب كيف. أول شيء في عندك 6 سنين في كلية الطب، شايفينها؟ بعدين في عندك سنة امتياز تدريبية في المستشفيات، بعدين في عندك 3 إلى 6 سنين تخصص إذا أنت حابب تتخصص. فكلمة تخصصت إيه هذه تحتاج من 11 إلى 14 سنة. فما تسأل طالب طب لسه سنة أولى ولا ثانية أنت تخصصت إيه؟ أوكي هذا يقول when you have important exam، لما يكون في عندك امتحان مهم وأنت تحاول أنك تدرس، ولكن الليمبيك سيستم، تمام، اللي هو جهاز الـ تقريبا الدراسة في المخ، ما يعطيك أي دعم، فأنت تقول له شكرا يا رجولة. شكرا يا رجولة، متشكرين قوي. هذه تصير أتوقع مع كثير ناس، تكون أنت محضر نفسك للدراسة فجأة الدماغ ما يستقبل خلاص، أنت لسه ما ضغطت شيء، لسه ما قلت ها حبدأ أول معلومة، الدماغ لا، تمام. ففي هذه الحالة يا جماعة يفضل أنك تأخذ بريك نصف ساعة وتتذكر فيها إذا أنت درست إيش حيصير وإذا ما درست إيش حيصير. في هذه الحالة يبدأ دماغك بالتحليل ويعرف إنه مصلحته مع الدراسة. أوكي يا جماعة كده خلصنا الجزء الأول من ميمز طبية مع الدكتور نبهان. لا تنسى تسوي لايك أوكي، وعلق بقلوب بنفسجية إيش هو الميمز اللي أنت حبيته، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان لما نوصل 100,000 أعلق درع اليوتيوب هنا، اشترك في القناة عشان أعطيك نظرة محمد صلاح. وضيفوني انستا عشان تشاركوا معي في الستوري وتختاروا الميمز اللي انا اسوي عليها ردة فعل. انا اعرض الميمز اللي انتوا تسووا عليها ردة فعل في الستوري، وانتوا تختاروا تقريبا 20 ميمز منهم وانا اعرضها في اليوتيوب واسوي عليها ردة فعل. ويا جماعة لا تنسوا تنشروا مقاطع ميمز طبية او غير طبية عادي في التيك توك او في الانستا، صور او مقاطع، وتحطوا هاشتاج نبهان عشان انا اشوفها واسوي مقطع يوتيوب سلسلة مقاطع ميمز مع الدكتور نبهان. وبامكانكم ايضا ترسلوا ميمز عندي على الانستا مباشرة، ضيفوني انستا، شوفوا الستوري، سووا لي مليون لايك على اخر صوره نشرتها، شوفوها اوكي، ابغى مليون لايك مليون تعليق عليها، وشوفوا مقطع الماضي ليش ابو فله ما عنده شنب اذا ما شفتوه، ويعطيكم العافيه.